زي ما حضرتك بتقول احنا ما عندناش تصنيع دواء، احنا عندنا تركيب دواء او تعبئة دواء. من لا يملك قوته لا يملك قراره. فده معناه ان هيبقى صعب جدا ان احنا نتحكم لا في اسعار دواء ولا في توافر الدواء، لانك حضرتك لا تتحكم في كمية الانتاج لانها مش مصانعك، ولا تقدر تتحكم في مدى كفاءة الدواء، لان مثلا في بعض الامراض زي السكر تلاقي هيك الدكتور بمنتهى البساطة يقول لك بس الدواء ده هاتيه مستورد. كلمة هاتيه مستورد دي ده موضوع تاني يا دكتور. دي هل عشان المادة الفعالة في المصري اقل؟ وهو ده سؤالي اللي انا برضو عايزة اجابته يعني من حضرتك. شوفي حضرتك يعني انا يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي من لا يملك قوته ولا يملك قراره. يعني احنا الى متى انا بح صوتي في هذا النداء؟ اتفضل. انا حابب ان وزارة الصحة تاخد اكشن. ايه هو؟ ايه هو؟ توقف تصريح لأي شركات أو مصانع أدوية جديدة وتحط شروط. كل مصنع هيتفتح جديد قول لي أنت عندك يعني حاطط في البروبوزل بتاعك المقترح بتاع شركتك فكرة تصنيع المواد اللي أنت هتشتغلها بنسبة كام في المية؟ ما هو إحنا حضرتك في كل حاجة إحنا عايزين قرارات صارمة عشان نعدل السكة اللي إحنا ماشيين فيها. وأنا حتى بالمناسبة يعني في وجودي في وجود أستاذنا وحبيبنا الدكتور علي بيه يعني أنا أديت محاضرة في العراق مرة على التجربة المصرية في الصناعات الدوائية. أيوة. المؤسف إن الغرفة التجارية وغرفة صناعة الدواء يعني وأرجو إن يكون ده تصحح كلام اللي أنا بقوله ده بقاله 3-4 سنين أنا دخت السبع دخات علشان أجيب داتا. يعني أنا عايز وأنا خارج برة هدي محاضرة أعمل دعاية لتصنيع الدواء في بلدنا اللي هو ايه بدل ما احنا هنا بيتكدس وبينتهي مفعوله افتح له اسواق. انا محاضرتي دي برضو لابد يكون لها احد الاهداف طبعا ان انا اسوق لصناعه بلدي والا يبقى انا يعني رايح اتفسح وارجع يعني. فالمؤسف ان انا عشان اعمل المحاضره دي اكثر من 3 شهور مش قادر اجيب داتا من على اي موقع يقول لي مصر مثلا الشركه الفلانيه تاريخ انشائها كان سنه كام. بالمناسبه مصر من اقدم الدول التي صنعت الدواء في التاريخ بالمناسبه. يعني احنا عندنا مصنع معمول 1819 800 مش 900. ايوه. بس احنا يعني نفتقر الى السيلف ادفرتايزمنت اللي هو الاعلان عن الذات. احنا انا المفترض ان الغرفه غرفه صناعه الدواء تلزم كل الشركات بان هم يجيبوا ملفات لكل المواد اللي هي بتصنعها وتعمل سمر. يعني احنا مصر فيها 160 مصنع بالمناسبه. هل يا دكتور علي مش موجودة الداتا دي لغاية النهاردة عند حضراتكم؟ دكتور علي جاوب. موجودة. موجودة خلاص. إنف. احنا عندنا. موجودة كاملة. في اي وقت حضرتك يا دكتور احنا تحت امرك. المعلومات حضرتك عايزها تحت امرك. ولكن حضرتك الكلام اللي اتقال اولا حضرتك اثرتي نقطة من لا يملك قوته. طبعا. خلاص. احنا مش احنا بالعكس احنا عندنا اساتذة علماء. زي الدكتور محي كده ما قال احنا واحد من العلماء انا هو عضو مجلس علماء مصر يعني أيوة فطبعا ايه طبعا. شرف لينا ان هو حاجه زي كده عندنا عقول مصريه تقدر تستطيع ان هي تعمل. أيوة. ولكن القصه فين بقى؟ فين بقى؟ اولا من الستينات لما الرئيس راح جمال عبد الناصر قرر ان يبقى في صناعه دواء في مصر. تمام. علشان وقتها شركه اجنبيه اوروبيه قالت انا مش هدي مصر اسبرين. فقال لك ايه؟ انا اعمل مصانع. فعمل شركات القبضه. حلو؟ حلو. واحده من الشركات دي اللي هي اسمها شركه النصر. حضرتك عارفها؟ طبعا. للكيماوي. اللي الشركه دي اتبنت على اساس ايه؟ انها تعمل مواد خام. تعمل مواد خام؟ يعني كان عندنا مصانع مواد خام. مصنع تبع الدوله يعمل مواد خام. حلو؟ هذا المصنع عمل في بداياته شغل وبعدين انت الصناعه دي بتتطور بسرعه. فلم يتم الاهتمام بيها وتطويرها ففضل المصنع يتدحضر والعالم بيجري وقف عند نفسه بتقل وقف عند مواد خام معينه بسيطه بيعملها. بقيت المواد الخام الثانيه عشان تعمل حضرتك محتاجه تكلفه وسوق. خلاص. يعني حضرتك شايف ان صناعه الادويه عشان تقوم في مصر هي محتاجه مصانع تابعه للدوله مش هتنفع تكون بالاستثمار الشخصي. هو تبع عايزه فلوس. ما انا قصدي ان الدوله اللي تقوم بالصرف عليها يعني اعني اكبر من يعني هل حجمها اكبر من حجم مستثمرين إطلاق. عاديين اطلاقا
اطلاقا انا اتحدى وحضرتك ممكن تناقشني فيها. طب ليه حضرتك ما يعني هذا المجال ما بيدخلوش فيه المستثمرين؟ صحيح لي انا لو بشتغل بالمناسبه يعني فكره تصنيع الماده الخام اي شركه او اي مصنع بيمتلك زي ما حضرتك عارف الاي بي اللي هي الانتلكشوال بروبرتي مظبوط اللي هي اسمها ايه الملكيه الفكريه او الملكيه الفكريه الملكيه الفكريه دي تمتلك بالقانون الدولي لمده 10 سنين مظبوط كده ولا ايه بعد 10 سنين انا استطيع ان انا اصنع مظبوط اللي حضرتك عملتيه واخترعتيه وخدت حقك لمده 10 سنين ده بعد كده بقى بتاع الناس كلها من حقي بالقانون اقدر اصنعه انما برضو تاني انا اختلف لاول مره مع استاذ الدكتور علي في ان احنا محتاجين اراده اكثر من محتاجين راس مال محتاجين اراده محتاجين سياسه لا يعني احنا اسمح لي يا دكتور علي يعني الموضوع المواد الخام مش على مستوانا احنا ده على مستوى اعلى اجهزه جوه الدوله مهتمه بالملف عايزين بقى نشوف القصه كالاتي يعني انت حضرتك انا النهارده كمصر عشان اعمل مواد خام هخش في منافسه ال 160 مصنع مصري لا يمثله جناح بعوضه في حجم الصناعه في العالم فانت اساسا ما انا مش هعمل مصنع مواد خام عشان 160 مصنع بس اخسر لا اسمح لي فانا اتفضل انا معترض يعني اعتراض كلي يا فندم مع احترامي الكامل لحضرتك وده كتبته يعني في محاضرتي احدى الشركات المصريه ما اعرفش بقى مش مسموح ان انا احكي او لا اتفضل. احدى شركات القطاع الخاص المصريه تساهم ب 30% من دواء افريقيا 30% يعني انت حضرتك احنا عايزين لما نحصر عدد الاصناف اللي ال 160 شركه بتشتغل فيهم ده لو انا معايا فلوس اشتغل على المد وبعدين مش بالضروره يا دكتور علي ان انا اعمل كل ما يحتاجه ال 160 لكن ابدا بالحاجات اللي هي يعني intensively used يعني حاجات مثلا على سبيل المثال المسكنات مثلا أيوة. هو حضرتك احنا بنعمل ايه في كليه الصيدله؟ احنا بنعلم طالب ايه في كليه الصيدله؟ هو انا بعلم الطالب في كليه الصيدله انه يقف على الرف يطلع دواء؟ لا او يطلع بياع دي اهم حاجه تصنيع الدواء لا يطلع بياع او يطلع بياع هو حضرتكم معظمهم بيشتغلوا بياعين دكتور في منافسه عالميه يا دكتور يا فندم وفي سوق في تسعيره جبريه انا الماده الخام الباراستامول يا دكتور هجيبها أيوة. من مصر ب 50 دولار الكيلو هيجي لي من الهند ب 25 دولار شفت حضرتك نافس بقى شفت حضرتك الفكره نافس طب هل لو صنعتها هنا ايوه ما هو حضرتك الدولار نفسه الحصول عليه كارثه طيب فانا عايز دولار عشان استورد يعني حضرتك شايف